بسم الله الرحمن الرحيم، معكم فاطمة راشد، مدربة معتمدة في الحرف اليدوية تخصص الديكوباج. اليوم إن شاء الله بتكون ورشتنا أساسيات الديكوباج، بتكون فيها معلومات قيمة ومفيدة من خبرتي اللي هي عبارة عن 5 سنوات في هذا المجال. قبل ما أبدأ أني أنا أشتغل على أي سطح، أبدأ أني أنا أسس السطح بمادة يا الجيسو أو البرايمر. هنا عندنا خيارات الجيسو او البرايمر اللي موجود في سوقنا في الامارات. الجيسو او البرايمر هي مادة عازلة نحطها بين السطح وبين اللون، تخلي اللون اكثر براق، يعني لما تين تحطين اللون عليه مايش، يعني لان عازلة الجيسو عازلتنا فاللون يبرز، تحسين ان اللون ما بهت. اذا استخدمتي الألوان على السطح نفسه تلقينها أنها تبهت، لأن السطح يمتص، خاصة مثلا إذا كان خشب أو الفخار يمتص الألوان، فتلقين أنه بهت اللون. فهنا تستخدمين لازم الجيسو أو البرايمر. بعد مثلا في حالة أنك أنت إذا بتستخدمين الألوان على البلاستيك، تلقينها إذا على طول حطيتي الألوان على البلاستيك تتقشر بعد فترة، أو الزجاج تتقشر على طول. إذا حطيتي برايمر تلقينا أنه ثبت، يعني نوع من نوع تثبيت اللون على السطح اللي نحن بنستخدمه. دائما تيني أسئلة شو الفرق بين الجيسو والبرايمر، يعني وأنا أول ما بديت حتى كنت وايد أسأل، يعني شو ليش أستخدم البرايمر، ليش متى أستخدم الجيسو، وهل هم نفس الشيء؟ هم طبعا في فرق بينهم. تلقون هنا الحين هذا جيسو برايمر مع بعض. متى استخدم هنا مثلا هاي الماركة وايد احب استخدمها للمداخن. الجيسو تستخدمينه مع اي سطح يمتص الرطوبة مثل الخشب او الفخار، هذه المواد تمتص الرطوبة، يعني إذا صبيت عليها الماء تلقينها إنه شو امتصت الماء، فهذه الأسطح أفضل إنك أنت وأقوى إنك أنت تستخدمين عليها الجيسو. أما الأكريليك برايمر اللي هو مثل هذا اللي موجود، أحب أستخدمها مع الأسطح اللي ما تمتص الماء مثل الزجاج والدلة اللي هو البلاستيك. تحتاج إلى هذه المادة لما تين تحطين الجيسو يكون قوي عليها، فتين تلقينها إن خشنة شوية، السطح خشنة بينما لما تين الأكريليك برايمر أخف من الجيسو، فلما تين تحطينه على السطح البلاستيك مثلا أو الزجاج ما تحسي به إنه بارز مثل الجيسو. البرايمر شوي يكون مثل السائل، يعني مثل هو يكون مثل اللون الأبيض، بس مش لون أبيض، فيه مادة تخلي اللون يثبت أكثر ويكون تأسيس للشغل. الجيسو تلقينا شوية أغلظ. متى استخدم اللي هو البلاك جيسو؟ في حالة أنك أنت حابة أنك أنت تستخدمين ألوان الميتاليك اللي تخلي يبرز مثلا اللون الذهبي، تحطين تحته لون اللي هو البلاك جيسو يثبته ويطلع يبرز اللون الميتاليك أكثر مما يبرز الجيسو العادي. وفي حالات أستخدم اللي هو الترانسفير برايمر، مثلا إذا حابة إنك أنت تستخدمين على دلة أو على زجاج. أنا صراحة ما استخدمت وايد، بس حبيت إنه يكون عندكم أوبشن تعرفين إن فيه برايمر شفاف تقدرين تستخدمينه في حالات معينة إذا حابة إنه يثبت عندك اللون، يمكن الزجاج أكثر تستخدمينه، أو حتى في الدلال في ناس تستخدمه حق الدلال، بس أنا أحب إني أستخدم أكثر اللي هو الوايت، هذا حق الدلال، وهذا أحب أستخدمه للمداخن. قبل ما أسس الخشب أحتاج أني أنا أصنفرها بورقة الصنفرة. هنا رقم ورقة الصنفرة، كل ما يكون رقم أعلى كل ما تكون المساحة الزجاج اللي داخل ورقة الصنفرة صغير،
فتكون أنعم حق السطح. أبدأ أخذ ورقة الصنفرة وأبدأ أني أنا أصنفر. كل ما طبعاً أنت تصنفرين السطح كل ما يكون أنظف في الشغل. فمثلاً هنا في هالمكان في أماكن طبعاً لازم ما فيه بيرفكت أن يكون خلاص مرتب ونظيف. متى أستخدم ورقة الصنفرة في الشغل؟ أول شيء مثلاً الحين أني أنا أساوي طبقة الخشب هنا، أو مثلاً في الفخار بعد أبغي أساوي طبقة الفخار، فتكون ملسة جميع السطح أملس. أستخدمها في البلاستيك في الدلة مثلاً في حالة أني أنا أبغي شوي أخشن السطح عشان أني أقدر أحط برايمر والألوان تثبت على السطح في الدلة أو في يعني في البلاستيك أو في المعدن. بس ما يعني أحاول أني أنا أصنفرها هنا عشان أني أساوي الأطراف، وأني أصنفر الدلة أو المعدن عشان أني شو أسوي هناك، أني أخشن المادة أو السطح عشان يثبت عليها اللون أكثر. اللي هي طريقة سير ورد، سير ورد بهالطريقة. مع البرايمر او الجيسو تقدرون تضيفون الماي لانه هو ووتر بيس، فعادي تقدرين تستخدمين الماي معه. ابدا اني انا امشي بهالطريقه. دائما عاده يستخدمون هذه الفرشاه اللي شوي تكون بيضه خشنه لاستخدام الجيسو من المواد اللي أقدر أني أسس فيها الخشب، وهو هذا اللي هو غليز ميديم، تقدرين تحطينه أو يسمونه سيلر، تقدرين تحطينه على الخشب وهي مادة شفافة بس تشتغل نفس طريقة البرايمر. الحين هنا مبين اللون بس لما تين تحطينه تكون شفافة بهالطريقة. أبدأ أحطه على الخشب كامل، وبعد ما يجف أبدأ أني أنا بعد أرجع أصنفر القطعة وتعطيني ملمس وايد حلو، يعني عقب ما والشغل يعني يكون وايد مرتب. أفضل طريقة أن نحن نحط البرايمر اللي هي بالفرشاة بهالطريقة. البرايمر هي طبقة تكون عازلة حق الألوان فتعطي تغطية، فهي تحافظ على الشغل. بعدين إذا حطيتي اللون بدون برايمر يطلع اللون على طول. هاي الطريقة اللي هي انتي تحطينها، بس هي دايما في ناس ما تحب الفرشاة لأن تسوي خطوط. الخطوط تقدرين انتي تسوي الأشياء أول شيء بالعمودي عقب بالأفقي، فعندك الخطوط ما تبين بسرعة. في طريقة بهالطريقة، في طريقة ثانية وهي نحن نحط البرايمر الحين عندي الدلة بالسفنجة، فأحط البرايمر بالسفنجة بهالطريقة.
أصنفر المدخل كامل وهي بهالطريقة. أفضل أحط الصحن تحت عشان إنه إذا فيه كان أي شيء يطلع من المدخل يكون في الصحن. فنحن الحين بنسوي اللي هو نساوي المدخن، يعني أي نتوءات طالعة، أي إيد بصمة إيد أو أي شيء بارز نساويه ونخليه أملس. بتعرف اني اكتفيت لما اشوف انه خلاص المدخن كل انسيابي وما في اي بروز. اكتفي بمسح المدخن بالكلينكس او بفوطة عندي، ما احاول اني انا اغسله، لما اغسله يشرب المدخن الماء وعقب لما اصبغه يفتش اللون، يعني ما يثبت اللون عدل، فاحاول بس اني انا انظفه بالكلينكس. اصبغ المدخن بالجيسو، يكون جيسو برايمر مش الجيسو العادي، ان يكون جيسو برايمر او بالبرايمر، افضل ان يكون جيسو. شو الفرق بين الجيسو والبرايمر؟ الحين الجيسو حق المواد اللي هي يكون رطبة، يعني اللي تدخل فيها الماء أو الهواء مثل المدخن أو حتى الخشب، بينما مثلا عندك الدلة مادة عازلة، يعني تحسي بها اللي هو البلاستيك، فما تمتص الصبغ، ما تمتص الجيسو، فيفضل أن نستخدم البرايمر حقها. فأنا الحين بستخدم الجيسو وأمشي هاتش ساير راد ساير راد، يكون فلات مرة، يعني ما يخلي أي شيء، وما أبدأ إني مثلاً أسوي هنا وأسير الصوب الثاني على طول، يكون بتسلسل، أخلص هاي الجهة وأبدأ الجهة الثانية، وما أخلي تكتلات بهالطريقة، على طول أخلص منها إني أنا اشتغلها بهالطريقة. مثل هاي الأشياء اللي هي أقدر أحط زيادة فيها، أو إن عقب أقدر أحط الورد عليها فما بتبين. من الداخل يكون حركة دائرية وعلى بعض بهالطريقة. ولا تنسون انكم حتى تحطون الجيسو على قاعة المدخن. بس طبعا قبل لازم اترياه ينشف الصبغ وعقب ارد احطه على القاع، يعني ما يستويني انا مثلا وهو مش ناشف اجلبه. هذه النتيجة النهائية عندنا بعد ما سوينا عليه الجيسو، نسويه بس طبقة واحدة، ما نحتاج ان نكرر العملية اكثر مرة، لانه هو بس تغطية اساسية. في حالة اذا انا بغيت اصبغه مثلا بابيض عقب، يعني يكون لونه ابيض، اقدر احطه مرتين وعقب احط عليه الصبغ.
بس اذا في حاله اني انا مثلا عادي ما بحط عليه لون ابيض اسويها بس مره واحده، ما احتاج اني انا اصنفرها بعد ما انا اشتغل. طبيعي ان اذا انت كنتي مشتغله نفس الطريقه اللي انا سويتها اللي هي ساير راد ما بيكون في اي نتوءات او شيء بارزه. اذا حسيتي لانك انت لما تشتغلين طلع فيها نتوءات يحتاج الى انك انت تصنفرين تأسيس المعدن. الحين عندي معدن وأبغي أسسه، أول شيء أسويه إني أنا أخذ صنفرة رقمها 220 وأبدأ إني أنا أصنفر المعدن عشان يكتسب خشونة لما أحط عليها البرايمر يثبت أكثر، لأن هذا السطح أملس وخفيف. فأبدأ إني أنا أصنفره هالطريقة، حركة دائرية خفيفة. نفس الأطراف. أبدأ بعدين أمسح السطح بالكلينكس بالكحول، استخدمت هذا الكحول. تقدرين بعد تضيفين انك انت تمسحينها بعد ما مسحناها بالكحول بالخل، تخلي يعطيها افضل نتائج، افضل لما تمسحينه بالخل وتترينه يجف، وعقب تبدين انك انت تأسسينه. اخذ البرايمر او الجيسو، بعد اقدر اني استخدم الجيسو احطه، انا استخدمه بهالطريقه اني اخذه بالفرشاه اول شيء، وأبدأ إني أنا أستخدم الإسفنجة بضغط الحر بطريقة، وحتى الأطراف اني انا اطبطب عليها بالاسفنجة وترياها تجف. بعد ما اترياها تجف اقدر اسوي الطبقة مرة ثانية عليها، افضل نتائج افضل، عقب الونها. احط الطبقة الثانية ترياها لما تجف، وعقب حطيت الطبقة الثانية. الحين هنا استوت التغطية أفضل، الحين أقدر أخليها بس بالفرشاة أو أني أبدأ بنفس الفكرة السابقة أني أنا أطبطب بالإسفنجة. طبعا بالإسفنجة تعطيك تأثيرات أفضل يعني. أقدر أجيب إسفنجة ثانية نظيفة وأبدأ أحط بعد عليها عشان المسامات تبين أصغر. أقدر أسوي العلبة كاملة بهالطريقة. في الزجاج باخذ اللي هو الكحول وبمسح الزجاج. في الزجاج ما بحتاج اني انا اصنفر الزجاجة، والزجاج دائما تقدرين يعني هنا مثلا اقدر اني انا اسويها على البراء، وفي ساعات تقدرين تسوينها داخل
من الجهة الثانية يعني، بس هنا يعني إذا كان صحن تقدرين تسوينه من الجهة الخلفية، وعندي ورشة تقدرون تشوفونها. دائما لما تشتغلين على الزجاج خلي اللون والتأسيس في الطرف اللي ما يكون فيها يعني ما يكون ملامس للأكل، لأن هذه المواد تكون مواد ضارة إذا وتتفاعل مع الأكل. أقدر أسويها طبقة واحدة عقب إني ألون، أو أني أنا أسويها طبقتين وأبدأ عقب ألون. هنا مثلاً الاستكانة أني أنا نظفيتها بالكحول وحطيت اللي هو لزقة، لأن هنا بيكون شفايفنا مثلاً يوم بتشربين الكوب، فلازم ما يكون فيه صبغ. صبغ وايد بيكون مضر حق الصحة وتتفاعل مع الأكل. حطيت اللزقة وأبدأ أني أنا أحط بالطريقة. عقب أبدأ أخذ الإسفنجة وأضغط. بعد ما يجف أبدأ أني أنا أشيل الها، وأقدر أشيله من الحين، لأن إذا جف عقب يستوي مثل طبقة بلاستيكية، فصعب أنك أنت تشلينها. هنا حطيت لكم أغلبية الورنيشات اللي أستخدمها في شغلي، وفي أشياء مش متوفرة بعد هنا في هذه الصورة بتلقونها إن شاء الله في حسابي، أو في بحط لكم الصور. فهنا تلقون الورنيش نوعين، فيه ورنيش مثل ما مكتوب هنا ووتر بيس، وفي مكتوب عليه سولفنت بيس مش ووتر. سولفنت بيس أنا ما أحب أستخدمه لأنه يخرب الفرشاة، أو مش يخربها، يبغي له اعتناء ثاني للفرشاة. يعني إذا استخدمت الفرشاة في الورنيش لازم عقب أنظفها بالتربنتايز مش بالووتر، يعني مش بالماء. بينما لما تي مكتوب ووتر بيس يعني خلاص تقدرين انت تغسلينها فرشاة بالماء، او تخففين الورنيش هذا بالماء لانه اساسه مائي. هذا واحد من الاشياء. دائما بتحصلين البرنيش مكتوب عليه مات برنش، مثلا هنا مات يعني مطفي، هنا بعد مكتوب عليه مات، فهذا هو مطفي. هنا مكتوب عليه جلوس يعني في لمعه، بس مش الجلوس العادي، تربل ثيك جلوس. فلازم تعرفين تقرين اللي مكتوب على الورنيش عشان تعرفين تستخدمينه. هنا مكتوب 3D فارنيش يعني شو إيه تأثيره ثلاث الأبعاد، يعني يوم بي بشتغل عليه براويكم كيف نستخدمه. هنا جلوس يعني في لمعة، هذه اللي هي الجلوس. واختاريت لكم نوعين من الفارنيش اللي هو السبراي بعد جيدات. الحين بتكلم عن متى نستخدم كل برنيش، وليش احتاج اني انا مثلا انوع في هالبرنيشات. برنيش السبراي جيد حلو حق البروجكتات الكبيرة، مثلا خشب عندي شيء كبير، صندوق كبير او شيء من هالقبيل، افضل اني انا استخدم برنيش السبراي.
اللي مش حلو فيه اللي هو رائحة، فيه لها رائحة شوي يمكن تكون مزعجة ومش جيدة للأطفال، فعشان هاتش أنا مثلا ما أستخدمه إلا في البرودكتات الكبيرة، ودايما ينصح أنك أنت تستخدمينه برا البيت لما أنت ترشين هالورنيش. الورنيش المطفي متى تحبين تستخدمين؟ إذا كان عندك أوريدي شغل وفيه أوريدي لمعة، أو مبحب نبين لمعة كبير كثيرة، تستخدمين اللي هو المات فرنش. أما إذا مثلا مداخن وعندك الألوان شوي مطفية وتبغين فيها لمعة، هنا تستخدمين الجلوس فرنش. وفي أنواع، لما أي أتكلم عن المداخن عادي أي نوع ورنيش زين ما يصفر بعد فترة أوكي حق المداخن، بينما لما أي أتكلم عن الدلة أو الزجاج هنا أختار ورنيش يكون جيد أو ممتاز عشان أستخدمه. ليش؟ لأن بعد فترة يمكن إذا كنت مستخدمة ورنيش عادي يطلع الشغل، فهنا أنا دائما أكون في اختياري للدلة أني أنا أختار ورنيش وايد زين. هنا حطيت لكم ثلاث أنواع ورنيشات أنا تعاملت معاهم وكان كانوا جيدات حق الدلة، وفي واحد اللي دائما أستخدمه اللي هو تدوه، حاليا مش متوفر هنا في هالصورة بس بحط لكم صورته. الورنيش أختار له فرشاة تكون وايد ناعمة عشان ما يبين عندي الخطوط، وأبدأ أحطه اتجاه واحد بهالطريقة، يعني ما يصير سير ورد وسير ورد، لا اتجاه واحد وفوق تحت بهالطريقة. وعلى حسب البروجكت، يعني أقل شيء أنك أنت تسوينه يكون ثلاث أربع طبقات عشان ما تبين عندك الخطوط اللي تعطيه الورنيش. فأنا مثلا ما أكتفي بس بطبقة واحدة، لا أسوي ثلاث أربع طبقات، فما بيبين عندي عقب تأثير الفرشاة. وفي شكل ما قلت لكم قبل اللي هو فيه ألوان تتأثر بالورنيش أو تحسيبها تتكتل لما نستخدم الورنيش، مثل الألوان اللي هي ماركة هذه الماركة. فهنا أول شيء أستخدم البخاخ، عقب أني أبدأ أني أحط الورنيش العادي بالفرشاة. الحين ساعات مثلا في ناس في الدلة ما تحب اللي هو الثيك فرنش، تحس بأنه وايد ثقيل، ترمين تستخدمين الورنيشات العادية مثل هذا الورنيش أو هذا، عقب آخر طبقة تقدرين تحطين الثيك فرنش، لأن هذا الثيك أو تربل يعتبر ثلاث أضعاف تأثير الورنيش العادي. الفرنيش هي طبقة تعطي حماية حق الشغل، في نهاية الشغل أنت حطيتي هذه الطبقة، الحين لو بصب عليها ماي أو أي شيء ما تخترب، يعني خلاص تكون تحمي الشغل من أي عوامل خارجية كحر رطوبة أي شيء. فكثر ما أنت تحطين طبقات كثر ما يكون العمل يعني أكثر صمود في هذا الجو. وإذا أنت مثلا الحين حطيتي التيشو بيبر، يمكن أنه ما تحتاجين تحطين وايد ورنيش كثر، إذا أنت حاطة مثلا كلاسيك بيبر، الكلاسيك بيبر يحتاج أكثر ورنيش. أما مثلا ألوان الزجاج هنا ما تحتاج إلى ورنيش، لأن ألوان الزجاج تأثيرها وقوامها مختلف، وفي منهم ترمين تحطينها في الفرن، فما تحتاج أنك أنت تحطي لها ورنيش. ورنيش ثلاثي الأبعاد، إذا حاب أني أنا أبين الشغل شوي بارز، فأبدأ أني أنا أحط وين فيطلع عندي شوي الشغل في بروز. دائما الشيء اللي هو فوق هو اللي يكون فاتح، فعشان هاته انا احط الحين على اللون الفاتح.
طبعا مش لازم هذه الماركة، اي فرنيش مكتوب عليه 3D هو تقدرين تستخدمينه بهالطريقة. هنا بعد حتى في رسمة الورد اقدر احط مبين تأثيره؟ مبين. إن شاء الله الورشة كانت على ذوقكم واستفدتوا منها. في حالة إذا حبيتوا الورشة سووا لي لايك على الورشة، وفي حالة عندكم أي استفسارات تقدرون دائما تتواصلون معي على الواتساب، وأتمنى أن عجبتكم الحلقة.